ننوه للخبر العاجل من سرايا القدس. سرايا القدس تقول أنها قصفت بقذائف الهاون مجموعة من الجنود الإسرائيليين غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إذن أنوه مشاهدينا على هذا الخبر العاجل. سرايا القدس تقول أنها قصفت بقذائف الهاون مجموعة من الجنود الإسرائيليين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات منذ ساعات أمس إلى حد فجر اليوم، الاشتباكات الحادة التي سمعنا صوتها ونرى المشاهد المباشرة من شمال قطاع غزة.